السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي سلمى سنران، مديرة القبول في جامعة المدينة عجمان. نحن مشاركين في معرض التعليم إكسبو الشارقة، وهي المشاركة لنا طبعا في السنة 11 للتوالي. ومشاركتنا في المعرض عادة لعدة أهداف، من أهم هذه الأهداف أنه نحن بنلتقي مع الطلبة من مختلف المدارس في المراحل النهائية من الدراسة، الصف 10، 11 و12. وطبعا هاي تعتبر منصة بالنسبة لنا كجامعة للتعريف عن برامجنا الأكاديمية، عن المنح الدراسية اللي ممكن يستفيد منها الطلاب، خاصة أن الطلاب في هاي المرحلة بيكونوا مرحلة انتقاء الجامعات أو المسار التعليمي اللي هم رح يختاروا. طبعا من أعد الأهداف الأخرى أن نحن نلتقي مع الجامعات الأخرى سواء من داخل الدولة أو الجامعات الدولية، وبنشتغل على مبدأ اتفاقيات التعاون بما فيها البحوث المشتركة، البرامج المشتركة، التبادل الطلابي كذلك. نحن كجامعة مرخصة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، بنطرح عدة برامج في تخصصات طب الأسنان، إدارة الأعمال، كلية الإعلام، كلية العلوم الإنسانية، وكلية التربية. في عندنا 16 برنامج أكاديمي معتمد على مستوى البكالوريوس والماجستير، وكذلك بنوفر منح دراسية تصل إلى 50% إلى الطلبة وفي فئات مختلفة. نحن جدا سعيدين في مشاركتنا في معرض إكسبو، وإن شاء الله راح تتم المشاركة في الأعوام القادمة. بالتوفيق.